نحن الآن في محيط فندق كورنثيا، حيث تقوم قوات الردع الخاصة بمحاصرة أو ملاحقة المجموعة المسلحة التي تمكنت من اقتحام البوابة الرئيسية لفندق كورنثيا اليوم بسيارة مفخخة. سيارات الإسعاف تتمركز هنا أيضا في محيط فندق كورنثيا في حالة تأهب لنقل أي ضحايا تصفر عنها هذه الملاحقة. أيضا هناك تمركز لسيارات تابعة لقوة الردع الخاصة في حالة تأهب. أفراد تابعون لقوة الردع الخاصة هنا يقولون أنهم في حالة تأهب، ربما تجري اشتباكات مسلحة في محيط الفندق. قامت قوات الردع الخاصة أيضا بإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية للفندق في محاولة منهم للمحافظة كما يقولون على حياة المواطنين. طبعا مثل هذه الهجمات، أيا كانت الجهة التي تقف وراء هذا التفجير أو وراء هذه الهجمات، فإنها على كل حال يعني تعمل على زعزعة الاستقرار والأمن في العاصمة طرابلس. محمود عبد الواحد، الجزيرة، ترى. نحن الآن في محيط فندق كورنثيا، حيث تقوم قوات الردع الخاصة بمحاصرة أو ملاحقة المجموعة المسلحة التي تمكنت من اقتحام البوابة الرئيسية لفندق كورنثيا اليوم بسيارة مفخخة. سيارات الإسعاف تتمركز هنا أيضا في محيط فندق كورنثيا في حالة تأهب لنقل أي ضحايا تصفر عنها هذه الملاحقة. أيضا هناك تمركز لسيارات تابعة لقوة الردع الخاصة في حالة تأهب. أفراد تابعون لقوة الردع الخاصة هنا يقولون أنهم في حالة تأهب، ربما تجري اشتباكات مسلحة في محيط الفندق. قامت قوات الردع الخاصة أيضا بإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية للفندق في محاولة منهم للمحافظة كما يقولون على حياة المواطنين. طبعا مثل هذه الهجمات، أيا كانت الجهة التي تقف وراء هذا التفجير أو وراء هذه الهجمات، فإنها على كل حال يعني تعمل على زعزعة الاستقرار والأمن في العاصمة طرابلس. محمود عبد الواحد، الجزيرة.